إذا اندلعت الحرب في أوكرانيا مشاهدينا، فتدفقت الأسلحة من الغرب وأوروبا نحو أوكرانيا، فيما رعى العديد من السكان بحثا عن الأمان باللجوء والنزوح. واشنطن تحديدا مشاهدينا أعلنت عن تقديم أو إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا والتخفيف من حدة الأزمة على حدودها. وأمام المليارات، استقبلت واشنطن ثاني 12 لاجئا فقط، نعم الرقم فقط 12 أوكرانيا، أعادت توطينهم الشهر الماضي قادمين من الحدود المكسيكية، وتم تسجيلهم في البرنامج الأمريكي للاجئين. الدعم الأمريكي يصل للاجئين عبر الأطلسي ولا يصل لمن يقبعون على حدودها الجنوبية مع المكسيك. بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى استقبال 514 لاجئا أوكرانيا في يناير وفبراير، أي قبل الحرب في بلادهم. كما أعلنت وزارة الخارجية سابقا الإيقاف المؤقت لعمليات تدقيق طلبات اللاجئين في أوكرانيا ونقلتها إلى مولدوفا، مع بقاء العديد من طالبي اللجوء الذين سمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة عالقين في أوكرانيا. نعم هو رقم صادم، نعود إليه مجددا، 12 لاجئا فقط. هذا الرقم لا يقترب بأي شكل من الأرقام التي وعد الرئيس الأمريكي باستقباله، الرقم 100,000 لاجئ أوكراني. دعونا نذكركم بما قاله الرئيس الأمريكي. العديد من اللاجئين الأوكرانيين سيرغبون في البقاء في أوروبا قريبا من بلدهم، لكننا سنرحب بمئة ألف أوكراني في الولايات المتحدة مع التركيز على لم شمل الأسر. وزارة الخارجية الأمريكية رفضت تقديم إحصاءات عن التأشيرات الصادرة للأوكرانيين في مارس، كما لم تذكر وزارة الأمن الداخلي عدد الأوكرانيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة. إلا أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا من المشرعين في الكونغرس ومن الحزبين لتخفيف التعقيدات التي قد تواجه اللاجئين الأوكرانيين، خاصة بعد الإعلان عن منح وضع الحماية المؤقتة TPS للأوكرانيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة وفقط للواصلين قبل الأول من مارس الماضي. 65 عضوا في مجلس النواب دعوا إلى إجراء تغيير تقني على وضع الحماية المؤقتة الذي من شأنه أن يشمل الأوكرانيين الذين وصلوا مؤخرا. إدارة بايدن قالت إنها ستسير في كل الطرق القانونية للوصول لاستقبال 100,000 لاجئ أوكراني، بينما بايدن نفسه وضع الحد الأقصى لاستقبال اللاجئين من كل أنحاء العالم لهذا العام عند 125,000 لاجئ.